هنبدأ مع بعض في آخر محاضرة في قبل الميد تيرم. هي المحاضرة بتتكلم على أول سيكشن فيها نتورك أند ترانسبورت، شبكة نقل، نتورك شبكة، ترانسبورت نقل. حلو، هي كلمة نتورك لوحدها ساعات بيجي يقول لك نتورك يعني إيه نتورك؟ يعني شبكة. طب هي الشبكة دي إيه اللي إيه الميزة أو الإضافة اللي بتضيفها عليا، يعني بتفيدني في إيه؟ فهو ببساطة شديدة أبسط تعريف النتورك هي provides a mean to access and share some resources. يعني هي بتستخدم أو الشبكة بتوفر طرق للدخول على ومشاركة الخدمات. ناخد مثال عشان برضو ما يبقاش الكلام مش واضح. أنا عندي في الشركة في 10 أجهزة، هل أروح أشتري لهم 10 برنترات ولا برنتر واحدة؟ واحدة، أوكي؟ طيب والباقيين عايزين يطبعوا، أعمل إيه؟ في من ضمن خدمات النتورك إن بيكون عندي ريسورس، أحد المصادر، ما هي البرنتر دي يعتبر احد المصادر اللي في الشبكه، اقدر اعمل لها شيرنج، مشاركه ما بينهم. فهي برينتر واحده هخليها شير وهخلي العشره يعملوا اكسس عليها، وهي في الاخر، هي في الاول وفي الاخر هي تعتبر احد الريسورسز اللي عندي. يبقى provide the mean to access and share resources. طبعا اللي ينطبق على البرينتر ينطبق على السكانر، ينطبق على الملفات. مثلا ملف عندي وعايز اشاركه مع الموظفين في نتورك، اقدر اخلي الملف ده شيرد واقدر اخليهم يعملوا اكسس عليه بالصلاحيات طبعا براحتي. بس هو هنا في السكشن دي مش هيتكلم عن النتورك بتاعت الكمبيوتر، هو هيتكلم على النتورك بشكل عام، ومن ضمن النتوركس اللي هيتكلم عليها شبكه الطرق. تمام. فاول حاجه بيقول مانجنج نتورك، وده سؤال بيجي في الامتحان، خلي بالكم ده من احد الاسئله. The role of management of network، يعني الدور اللي بيقوم بيه اداره الشبكات. ثلاث كلمات نحفظهم. اي اداره لاي شبكه بتعمل ثلاث حاجات: planning بتخطط، monitoring تراقب، controlling تتحكم فيه. اوكي، على سبيل المثال فيهم planning، بيقول managers must plan for future requirements. حسب ما يطلب، لو قال لك explain يبقى هتكتبيها كامله، لو قال لك بس اكتبي النقاط هتكتبي النقاط. وجات على فكره السؤالين دول، يعني كده مره وكده مره. البلاننج التخطيط ببساطه شديده ممكن نقول فيوتشر ريكويرمنت، المتطلبات المستقبليه. تمام. مونيتورنج هراقب مين، اخر جمله وات از جوينج ان ذا سيستم، وات از جوينج اون ان ذا سيستم، ماذا يحدث داخل النظام لازم اراقبه. كنترول، كنترول ايه؟ ميكينج كوركتيف اكشن تو ريسولف ا بروبلم، يعني لو حدث خطا ما اقدر اعالجه واصلحه. طبعا هنلاحظ انه دايما بيبدا بكلمه مانجر، المدراء، مدير الشبكه بمعنى اصح. هي عمليه الرقابه دي بتتم ازاي؟ دول مانجمنت كان بي كارد اوت باي، يعني انا لما هاجي ادير شبكه هديرها ازاي؟ عن طريق انسان او عن طريق كمبيوتر او كلاهما، وغالبا بيكونوا كلاهما الاداره. في حاجه مهمه جدا دلوقتي اكتشفتها، ان كل شركه لازم يكون فيها قسم، القسم ده بيتحكم في الشبكه، صح؟ بيسموه قسم الاي تي، ده اللي انتم ان شاء الله شغلكم هيكون فيه بعد كده. ممكن ندلعه شويه بقى، بيسموه او ايه كنترول سنتر، مركز التحكم. تمام. فهنا بيقول الكنترول سنتر مركز التحكم ذا مانجمنت اوف رود نتورك. شوفوا بدا يتكلم على مين، رود نتورك، شبكه الطرق. اي دوله في الدنيا بيكون عندها مركز للتحكم في الطرق، مكان بيتم التحكم فيه، كاميرات المرور، المراقبه، مكان ليها سابق او مكان اداره الكلام ده كله. ذا مانجمنت اوف رود نتورك جنرالي بتتم كاريد اوت فين، بمين؟ ات كنترول سنترز. طب هي الكنترول سنترز دي بتعمل ايه؟ كفرنج ذا ميجر ريجن اوف ا كانتري، بتغطي تقريبا المناطق الرئيسيه في اي بلد او في اي دوله. تمام؟ هيدي مثال ظريف، والمثال ده بيجي في الامتحان او جاء قبل كده. بين مونيتورنج اند كنترولنج نتورك ريلايز on information about what is happening on the network، يعني مراقبة والتحكم في أي شبكة في الدنيا بتعتمد على المعلومات اللي بتحصل في الشبكة، يعني ماذا يحدث في داخل الشبكة هو ده اللي أنا هراقبه وأتحكم فيه. طب مين؟ being conveyed to a manager، a manager response being conveyed back to the network، يعني المانجر بتجيله زي ما تقولوا أخبار، وهو بناء على الأخبار اللي بتجيله بيبدأ ينظم حركة الطرق. على سبيل المثال هنا الرسمة هنلاحظ ان في النص في حاجه اسمها كوميونيكيشن نتورك، هنعتبر ان الكوميونيكيشن نتورك دي شبكه الطرق.
المربع اللي على الشمال كلمة سيرفيس يوزر، المستخدم احنا. المربع اللي على اليمين النتورك مانجر، المدير. فوق الرسم بيقول ذا اروز ار ليبل، الاسهم مترقمين A B C D. حلو. Which identifies the arrow which corresponds to the primary flow of information in the funnel scenario. كل سهم منهم بيشير إلى انسياب نوع معين من المعلومات. على سبيل المثال، لو أنا جيت قلت السهم اللي عليه بي، سهم بي، نوعية الداتا دي نوع هي بي ده إيه؟ بي دي بيانات طالعة من شبكة الطرق إلى المدير، صح؟ صح؟ تيجي نقرا مكتوب تحت إيه؟ بي مانجر is automatically alerted to ignition. حصل ازدحام بوري ما، والشبكة بلغت المدير ان في ازدحام بوري. يبقى المعلومة هتكون من فين لفين؟ من شبكة الطرق الى المدير، صح؟ عشان كده السهم بي، يبقى تم تنبيه مدير تلقائيا الى الازدحام على شبكة الطرق. دي معلومة بتصله من الشبكة اليه. واضح؟ طب السهم A فكره هيكون ايه اللي حصل؟ رد الفعل. رد فعل هيعمل ايه في الازدحام؟ على سبيل المثال في الطرق بتاعتنا هنا لاحظوا حاجه يعني اكيد انتم بتشوفوها بس مش واخدين بالكم منها. على الطرق بتلاقي في اسهم لونها اخضر كده، لوحات فوق الطريق وعليها اسهم خضراء بالحارات باللينز. الاسهم الخضراء دي بتعني ان الاربع حارات مفتوحين. لو جه على لين من اللينز عمل اكس يبقى الحاره دي مالها؟ مغلقة. ما بتحصلش كتير بس هي المفروض تحصل. معنى كده ان ممكن الحارة دي يكون فيها حادث قدام شوية فانت تتجنبها وتبعدها. فهنا الفكرة في ايه؟ هو مين اللي بيدي الامر ده؟ يعني مين اللي هيدي باغلاق احد الحارات؟ المدير. هيبعتها على سهم مين من الاسهم الاربعة دي؟ ايه؟ من المدير الى شبكة الطرق. فهنا بيقول مانجر سويتش اون اساين تو كلوز الين، يقوم المدير بالتبديل على لافتة لاغلاق. طب ايه؟ سي سوري سي ده انا وانا قاعد في السياره وبتفرج على اللوحات الاعلانيه بتنبه. فهنا بتقول الدرايفر فلوز داون، يعني الدرايفر ممكن يكون بيهدي ان ريسبونس تو ان اوتوماتيك ساين وورنينج اوف هوك، يعني نتيجه ان هو جاله اشاره بتقول مثلا احذر في ضباب، احذر الرؤيه منعدمه وهكذا. فهو بيبدا يجي له المعلومه من شبكه الطريق وهو قاعد في السياره. انت مش فاهمها؟ لو جابها كده هتحفظيها. الرسم بتيجي اللي جايه برضو مهمه جدا. المقارنه اللي جايه جت في امتحانات كتير، مقارنه ما بين حاجه اسمها الاوبن لوب كنترول والكلوز لوب كنترول. كانت مقارنه صريحه وواضحه. ايه الاوبن لوب كنترول والكلوز لوب كنترول؟ بيقول ايه؟ هي وسيله من وسائل التحكم، يعني سواء الاوبن لوب او الكلوز لوب هي طريقه من طرق التحكم في عملية الإنتاج. ولكن اختلاف. الأولى open loop there is no correcting mechanism if the output of the process drifts away from what is supposed to be. يعني لا توجد آلية تصحيح إذا انحرف ناتج العملية عما هو مفترض. يعني في عملية بتحصل وأنا متوقع ناتج، حصل ناتج تاني، أنا مش هقدر أصلح المخرجات الخاطئة. تمام؟ بعكس الـ closed loop the output of the process is monitored while it is happening. هنا بقى المخرجات يتم مراقبتها اثناء حدوثها، عشان لو اي حياد او يعني تنحاز النتيجه عن اللي هي المفترض بيه اقدر اصلحها. ممكن ما تكونش الامور مفهومه قوي، تعالى نفهمها بمثال. اوكي؟ الاكتيفيتي اللي تحت توضح. بصوا الاكتيفيتي A B وجابتها تحتها سطرين. هناخد كده الـ A أول واحدة. You're aiming and firing a single arrow at a target in an archery. واحد ماسك قوس، شايف معايا قوس، عارفين القوس؟ وراح شده كده وضربه. السؤال بقى القوس ده هل هيقدر يتحكم في النتيجة النهائية؟ بمعنى إن هو لما بيضرب السهم والسهم بيصيب الهدف، هل لو هو لم يصيب بالوسط جاب في الطرف بعيد خالص، هل يعني يقدر يصلح النتيجه دي؟ يبقى دي تعتبر اوبن لوب كنترول. النتيجه النهائيه مش هقدر اصلحها. اوكي؟ طيب. Steering a car around a bend.
ستيرنج ايكار، يعني انا داخل منعطف ومعايا السكان يمين يسار، اقدر اتحكم في المخرجات ولا مش هقدر اتحكم؟ هقدر اتحكم، يبقى ده يعتبر كلوز لوب. ثلاثة طبعا البنات دي بقى، تمام. Cooking is often in which openings open door to check progress can ruin the result. واحد واحدة راح مدخلها صينية كيكة مثلا في الفرن وسابتها وراحت قعدت شربت شاي وبتاع ورجعت، طبعا لقيتها ايه؟ اتحرقت، الله ينور، تمام. هل هتقدر تتحكم؟ لا. يبقى دي تعتبر مين؟ open loop. شوفوا الأخيرة دي بقى، يبقى أنت شاطر. Cooking a casserole in which experienced cooks، واحدة خبرة، تمام؟ test the dish from time to time، كل شوية إيه؟ تعمل تيست الطبق رايحة جاية بحيث تلحق تتحكم في الناتج النهائي. ده كلوز لوب، ولذلك الإجابة تحت في آخر الصفحة. وصل موضوع الـ open loop control كلوز لوب. واحد، مخرجاته لا يمكن التحكم فيها في الأول، والتاني مخرجاته يمكن التحكم فيها أو مراقبتها عشان ما يحصلش أخطاء. سهلة؟ أوكي؟ طيب. هنا بيقول traffic information، معلومات بقى عن المرور، تمام؟ traffic information. Use the idea of traffic as referring to how busy something is over a particular time period. كلمة ازدحام يعني زحمة. الشوارع زحمة. الشارع زحمة ده يعني الشارع لا يستطيع انه يتعامل مع اعداد السيارات اللي وصلت له في زمن معين لانها اكبر من قدرته الاستيعابية. هنا بيقول كلمة traffic refer to how busy something is over a particular time، يعني كم هو شيء مشغول خلال فترة زمنية معينة. طبعا انا بتكلم على الترافيك، ها، يعني المرور. وخلي بالكم الترافيك مش بعد مرور السيارات، مرور الباكتس جوه النتورك، لان ممكن تبص تلاقي النتورك مره واحده كوجنيشن بقت بطيئه. ليه؟ في ترافيك. يعني ايه في ترافيك؟ يعني في ناس بتبعت داتا كتير اكتر من قدره الشبكه على التحمل، فتلاقي اللي يحصل النتورك البرفورمانس بتاعها قل. فكلمه ترافيك هنا مش بس بالمرور، حتى النتورك. Does this make sense؟ ده له معنى. Because heavy traffic زحمة ازدحام usually implies there are more vehicles or data packets than can handle comfortably in a particular time. ده اللي احنا قلناه. كلمة heavy traffic لما يجي يسألكوا عليها على التعريف بتاعها، بتعني هو زيادة عدد السيارات أو البيانات عن القدرة اللي تقدر تنقل الشبكة فيها على السيارات أو الداتا بشكل مريح. كلمة comfortably بشكل مريح في فترة زمنية معينة طبعا. اوكي؟ طيب ممكن تديني مصطلح اللي هو اقدر اتعامل مع كام سيارة في الوقت الزمني؟ المصطلح اللي هو بيقول ايه؟ انا اتعامل مع العدد ده بدون مشاكل، اسمه throughput of a network. throughput of a network هو عدد السيارات او البيانات التي يمكن التعامل معاها بنجاح في فترة زمنية معينة. أخذنا قبل كده؟ أنت ما أخذتش. 215 A throughput هي سعة البيانات المتاحة للاستخدام في البيت. throughput of a network هي سعة البيانات أو السيارات التي يمكن التعامل معها بنجاح في زمن معين. يعني أنا أقدر أتعامل مع العدد. كلمة throughput. هيبدأ يتكلم معانا method of communication. Communicating information to driver while they are moving. طرق توصيل المعلومات للسائقين أثناء حركتهم. يعني إحنا وإحنا في السيارة بنتحرك، إدارة المرور حابة تبعت لي معلومة، تبعتها إزاي؟ إحنا هنا تبعت لنا معلومات إزاي؟ مفيش طريقة إلا طريقة واحدة، اللافتات الكهربائية اللي بنشوفها، تمام؟ إيه ده؟ هو في طرق تانية؟ كام طريقة؟ هنشوف. وهنا مدينا 8 طرق مهمين جدا، تمام. اول طريقه راديو داتا سيستم، راديو نظام الراديو، علاقه الراديو بالمرور. في دول من الدول بتبدا تقاطع الارسال او البث الاذاعي عشان تبعت نبأ عاجل، نبأ، تمام. راديو سيستم از راديو سيستم ذات هاز بين يوزد فور سام تايم تو ديليفر انفورميشن تو درايفرز اون ذا مور. يعني الراديو كان بيتم استخدامه لفترة ما عشان ينقل معلومات للسائقين. أيضا RDS can automatically interrupt the broadcast
positioning to with local information to with local information about traffic problems to send local. ماشي. بيتم استخدامه لمقاطعة البث الإذاعي لإرسال معلومات للسائقين. تمام؟ خبر عاجل، نبأ هام، تقطع الإرسال. تلفزيون إيه ده؟ بعد واحنا سايقين بتفرج على التلفزيون طبعا. هنا بص هيقول ايه؟ تي في از نوت ابروبريت فور يوز وايرلس ترافل، يعني التلفزيون وسيله غير مناسبه تماما لاستخدامها لنقل بيانات. ذا موبايل فون سيستم ممكن يبعتوا لنا رسائل نصيه على الموبايل واحنا سايقين، بنبهونا. ذا 3 جي موبايل فون نتورك، طب ما 3 جي زي الموبايل فون نتورك. هو هنا المقصود بالنقطه دي 3 جي نتورك مقصود بيها ان هو يقدر يبعت لنا عبر الانترنت، يبعت لي واتساب، يبعت لي على الفايبر، على اي كان نوع الانترنت اكسس اللي الموبايل بيشتغل. The use of microwaves for data communication between people and outside people. في بعض الاجهزه مش هنا مش عندنا بتكون في اجهزه بث بترسل للسياره نفسها اشاره فالسياره تطلع لك المسج. موجوده هنا. اوكي؟ طيب. رقم 6 دي اللي احنا عندنا. ملحوظة مهمة، أي حروف اختصار مهم. يعني احنا خدنا RDS فوق صح؟ ودلوقتي هناخد VMS Variable Message Sign. Variable Message Sign يعني ايه Variable Message Sign؟ واضح انها signs يعني علامة متغيرة أو رسائل العلامات المتغيرة. هي طريقة is a method of delivering information to motorists while they are traveling in the variable message sign area. يعني يتم ارسال له رساله عن طريق لوحات بتتغير الرسائل، اللوحات الالكترونيه. تمام؟ في حاجه اسمها Advanced Motorway Indicators AMI. دي عاده اللي هي عارفين انتوا لما بيكون في منطقه فيها تمهيد طريق وتلاقوا فيها زي سهم يمين كده، يمين ويسار وفوق تحت وحاجات فلاشنج، دي اللي هي بيسموها الادفانسد موتور واي انديكيتور. دي يوجوالي انكلود كالرد هازارد يعني زي خطر، وورنينج سيمبلز اشارات تحذير، اند ريكويرمنت بليسز اون ذا روت. هو ايه؟ ان هو خلي بالكم من ايه؟ الطريق مغلق. اخر حاجه في ام اس ديسبلاي اللي هي رقم 6 زيها. رقم 6 في ام اس ديسبلاي يوز اري اوف لايت سورس، يعني بتشتغل مع زي ما بيقولوا ايه؟ تسلسلة من الضوء، مصدر الضوء. So that appropriate grouping of lights can be selected to create the character or symbol needed in the message. يعني هنا اهو الرسائل دي بتكون عبارة عن مجموعة من الحروف بتتكون مع بعضها عشان تبعت رسالة ما. طيب. اللي بعديها أو السكشن اللي بعديها بيسموها modeling. كلمة موديل يعني ايه بالعربي؟ نموذج. نموذج بيتم استخدامه للتعبير عن شيء. فبيقول modeling can be used to investigate the characteristics and behavior of the system. كلمة modeling دي انا بستخدمها عشان اتحرى عن خصائص وسلوك نظام ما، عايز اعمل له modeling نموذج مشابه واشوفه هيتعامل ازاي. تمام؟ اديكم مثال. سيارات بره قبل ما تطلع السياره للانتاج بيبداوا يعملوا عليها تيست الامان، يعني هم عاجبينها وحاطين فيها روبوت ويصور يلا الحيطه بسرعه، ده بيعمل لها موديلنج او تيستنج. الرسمه بالنقاط اللي فوقها امتحان، يعني مهمه جدا. بيقول دلوقتي احنا هناخد حاجه ظريفه، بيقول ذا بيزك اليمنت اوف كيوينج سيستم. يعني ايه كيوينج سيستم؟ كيوينج سيستم يعني نظام الطابور. طابور ار ديبيتد او ديبيتد يتم اظهارها في الرموز. قبل ما نقرا الكلام اللي فوق انا عايزكم تبصوا معايا في الرسم. حد فيكم قبل كده عدى على بوابه زي بوابه الحدود؟ الحدود مثلا، حدود البريه. ايه اللي بيحصل؟ بنيجي بنوصل الحدود، ممكن يكون في طابور وممكن ما يكونش فيه، صح؟ هنفترض ان في طابور، بقى في الطابور كيو، باخد دوري لغايه ما بوصل الى منفذ الخدمه اللي هو الضابط، يختم الباسبور او الجواز، وبعد كده بكمل انا في ايه؟ في طريق. الرسمه اللي قدامنا دي هي نفسها تقريبا. على سبيل المثال هناخد من الدايره اللي على اليسار arrivals، الناس دي بتصل، هتصل هتقف
جوه المستطيل ده، المستطيل ده اسمه ايه؟ بفر ستور، مخزن مؤقت، طابور. تمام؟ الطابور ده واحد واحد منه بيخرج يدخل على الخدمه، سيرفيس بوينت اور سيرفر، ياخد الخدمه اللي هو عايزها، وبعد كده في النهايه ديبارتشر، رحيل. وصلت؟ انتبهوا عليها كويس قوي. جت في الامتحان ازاي؟ جت في الامتحان في المالتيبل تشويس ان هو كان جايب رسمه بيسال سؤال وبيقول هي اي رقم من الارقام، كم رقم؟ 1 2 3 4. تمام؟ هوريها لكم هنا في الورقه. طيب اولا بيقول there is a service point and stream of arrival. احنا عندنا فين؟ فهنا بيقول اول حاجه there is a service point، عندي نقطه خدمه اللي هي النقطه دي، stream of arrival اللي هي المنطقه اللي فيها البفر، between them ما بين الارايفل والسيرفيس بوينت في حاجه اسمها بفر او بفر ستور، which is تعريف البفر، لان ممكن يجي في الامتحان يقول لكم هو ايه بفر؟ يعني ايه بفر؟ هو مكان مؤقت للتخزين، short term storage area. short term storage area كلمة بفر في كل المناهج، في النتورك في بفر، في الجافا في بفر، في الستورج فيها بفر. بيقول ايه؟ بيقول تخيلوا معايا كده، بيقول ايه سيرفيس كان هاندل اب تو 30 فيكلز بير اور، عندي احد الخدمات اللي يمكنها التعامل مع 30 سياره كل ساعه. arriving at regular interval، السيارات دي بتصل بمعدل ثابت. depending on the time of day vehicles arrive regularly at the following rates، السيارات بتصل بالمعدل التالي، في وقت من اليوم بتصل 20 سياره في الساعه، في وقت من اليوم بتصل 30 سياره في الساعه، في وقت من اليوم بتصل 40 سياره في الساعه. هو بيتعامل مع كام؟ يستطيع التعامل مع كام سياره؟ 30، ده اللي هو معدل. اوقات هتوصلوا 20، اوقات هتوصلوا 30، اوقات هتوصلوا 40. السؤال فين؟ your width of the three rates will cause acute development. نفهم السؤال. دول من من الثلاث معدلات المعطى هتتسبب كيو ديفلوب؟ يعني ايه كيو ديفلوب؟ الطابور يزيد مع مين فيهم؟ اكيد مع ال 40. ثاني مره، ثاني مره. اولا السيستم ده هتستطيع التعامل مع 30 سياره كل ساعه، لما هتصلوا 20 سياره كل ساعه الطابور مش هيزيد، ده هو اقل من قدرته اصلا. يعني هو قدرته 30 سياره في الساعه، بتصل 20 ده كده هو قاعد مبسوط. 30 سياره في الساعه اللي هو الحد بقى المظبوط بتاعه، طب 40 سياره لا الطابور هيزيد لان هو اقصى من قدرته على التحمل. الاجابه كانت تاني، ات 20 فيكل في الاول فيكل ارايف ات ديت ذات از ليس ذان ذا ماكسيمم سيرفيس، يعني هتصل اقل من اعلى معدل، ولذلك نو كيو ديفلوب، الكيو مش هيزيد الطابور مش هيزيد. ال 30 فيكل ارايف ات ماكسيمم سيرفيس ريت، سو نو كيو ديفلوب. اما ات 40 بير اور ذا فيكل ارايف ريت اكسيد، الدكتور مستني الكلمه دي، اكسيدز ذا ماكسيمم سيرفيس، بتزيد عن الماكسيمم سيرفيس ريت، سو الكيو ويل ديفلوب. حتى سؤال تاني قال اف ذا سيستم ستارت ويز ا كيو، السيستم بقى المره دي بادئ اصلا وعنده طابور كيو. Explain briefly whether the queue will grow, shrink, or remain the same. افتكروا الطابور هينمو ولا هيتناقص ولا هيفضل نفس ما هو في نفس الثلاث حالات اللي فوق. تاني مرة بيقول لك انت هنفترض المرة دي ان انا هبدأ بس انا عندي اصلا في كيو، يعني في ناس منتظرة. تفتكر الكيو هتزيد ولا هتقل ولا هتفضل نفسها في نفس الثلاث حالات 20 30 40؟ هو اصلا عنده كيو. طيب ال 20 any existing queue will shrink، لا بالعكس الطابور هينقص. ليه؟ لان هو اصلا بتصله سيارات اقل من المعدل، يبقى الكيو في الحاله دي ماله؟ هيشرينك، ينقص، ينكمش. طب 30 بالظبط any existing queue will remain the same، هيفضل نفس ما هو. طب 40 الكيو اللي هيحصل له هيزيد. وصلت؟ سهلة؟